إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نسأل وأنت الرب المقصود، وأنت الرب المقصود. إلهنا هل في الوجود إله غيرك فيدعى، أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى، أم هل كريم غيرك يطلب منه العطاء، أم هل جواد سواك فيسأل منه الرضا، أم هل حليم غيرك فينال منه الفضل والنعمى، أم هل رحيم غيرك في الأرض والسماء، أم هل حاكم سواك فترفع إليه الشكوى، أم هل طبيب غيرك فيكشف الضر والبلوى، أم هل رؤوف غيرك للعبد الفقير يعتمد عليه، أم هل مليك سواك تبسط الأكف بالدعاء إليه، فليس إلا كرمك وجودك لقضاء الحاجات، وليس إلا فضلك ولطفك لإجابة الدعوات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. إلهنا نطرق بابك، نطرق بابك، نطرق بابك، نرجو نوالك بقلوب ملؤها الذل لك، بقلوب ملؤها الذل لك، ووجوه ملؤها الحياء منك. إلهنا قد وجدناك رحيما فكيف لا نرجوك، ووجدناك منعما كريما قريبا فكيف لا ندعوك. إلهنا إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، فنسألك يا ملاذنا يا ملاذنا يا ملاذنا الحيل، ويا ملجأنا إذا انقطع الأمل، يا الله يا الله يا الله، اعتق رقابنا من النار، واصرف عنا الشر والشنار. إلهنا اجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة. إلهنا لو أردت إهانتنا بالنار لم تهدنا، ولو أردت فضيحتنا غدا لم تسترنا، فتمم اللهم ما به بدأتنا، ولا تسلبنا ما به أكرمتنا. إلهنا إلى
إلهنا إلهنا أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا إلهنا إلهنا أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا وجها كان لك ساجدا ولسانا كان لك ذاكرا وقلبا كان بك عارفا إلهنا 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 هذا مقام العائد بك من النار اللهم أعذنا اللهم أعذنا استعذنا فأعذنا ومن شرها أجرنا ومن شرها أجرنا واجعلنا أهلا لجنانك أهلا لجنانك أهلا لرضوانك أهلا لنعمائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبر وستر وبركة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب أوفر الحظ والنصيب أوفر الحظ والنصيب وما أنزلته في هذه الليلة من بلاء وشر وفتنة وهم فاصرفه عنا وعن المسلمين اصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم.